أبو عنبة كل يوم إلا بين مركز الشرطة والمستشفى بسبت مشاكل حريم اللي مرة ما تخلص. قزاتلي بصراحة أبو عنبر لازم يطلج حريمه كلهن وياخذ له حرمة هبة تريح، ما تقول له غير حاضر، تسمع اللي يباه وتسوي. ولا ما حد قال لكم تتزوجون وتستوين دولة مهتلة حق حريمكم؟ شوفوني أنا كيف دولة عبوبية مستقلة وذات سيادة. بابا أسد لساني بابا بغربة زبونهم. ايه انا ام سليمان العجيبه الغريبه اللي تحبه بتيبه واللي ما تحبه بتعقب مصيبه. ايه انكسري عني حبيبي، انا بنت ناصر ما علي قاصر، انا فوق الجسر عن انكسر وانا فوق التل عن افتل يوزع عني. ها حريمهم ما وراهم الا عوار الراس والحشره.